رغم كلمة اللي احنا عايشينها، رغم كلمة اللي احنا عايشينها، مسيرك يا ربي بكرة تعدلها. رغم المآسي، رغم حب الكراسي، لسه جواك يا مصر أصيل مش ناسي خيرك يا مصر. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج كلام في الحياة. النهاردة هنعيش معاكم أكثر من فقرة رائعة في برنامجكم كلام في الحياة. هنبدأ من أسوان، مدينة السحر والجمال. هذه المدينة التي تمتاز بآثارها العظيمة وبرجال يقومون لينشطون السياحة في أسوان، هنلتقي بمنتدى شباب الجامعات الأفريقية تحت تنظيم متميز من وزير التعليم العالي. النهارده وزير التعليم العالي عامل طفرة ثقافية في أسوان، يليه الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان المتميز بأخلاقه. هذا الرجل الذي يمتاز بأنه رجل متميز في عمله وفي تنظيمه وفي إرادته، فأبدو وأبلو بلاء حسنا ليكون منتدى شباب الجامعات الأفريقية، حتى يكون هنالك قيادة سليمة لمصر من الناحية السياسية والثقافية والسياحية. نروح نشوف لهذا التقرير في بلد الأمن والأمان، بلد السحر والجمال، مدينة الذهب أسوان. نشوف التقرير ده ونرجع لكم مرة تانية. المطل على البحر المتوسط، وهي مصب أعظم أنهاره نهر النيل. ودشنت مصر في عهدا جديدا في مسار التضامن الإفريقي وتعزيز العمل المشترك بين دول قارتنا الغالية. هذه أسوان الغالية، هذه مدينة الذهب، هذه بلاد السد، هذه هي نهضة مصر وآثارها، هذه هي الاحتفال الدولي الذي أقيم في مدينة أسوان تحت رعاية وزير التعليم العالي والدكتور خالد عبد الغفار ورئيس جامعة أسوان، الذي بذل مجهودا رائعا ليقدم شكلا رائعا لكل المصريين، حتى نقول أن مصر من خلال هؤلاء القدوة لمصر كانوا مثلا رائعا يقتدى به. الدكتور أحمد غلاب من الشخصيات المتميزة والتي تحب مصر بكل كيانها. دكتور أحمد غلاب إن شاء الله ماشي. ومعنا الآن الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، هذا الرجل المتميز في أخلاقه وصفاته وسماته. ألو ألو، السلام عليكم. عليكم السلام أستاذ سيد، مسكرين على يعني كل الكلام الحلو ده. أنت رجل تستحق أكثر من ذلك فضيلة الدكتور. لا أبداً يا فندم، الله يخليك، أنا بنأدي دورنا يعني. رسالة أردت أن توصلها إلى العالم بأثره. بس طبعاً في ضوء طبعاً يعني قرار فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وجعل أسوان هي عاصمة الشباب الأفريقي. طبعاً. العام 2019 واللي أقيمت فيها يعني فعاليات وأحداث كبيرة وحتقام فيها هذا العام، رأت جامعة أسوان أنها يعني تستقبل على تنظيم وتطلب تنظيم أسبوع شباب الجامعات الإفريقية الأول، واللي يعني أخذنا الموافقة من وزارة التعليم العالي ومن الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبناء عليه يعني تم الاستعداد لهذا الحدث الكبير.
واللي أقيم في الفترة من 19 إلى 25 أكتوبر الجاري، على أساس إن إحنا يعني أسوان هي بوابة مصر الجنوبية على أفريقيا، وجامعة أسوان هي الجامعة اللي بتمثل واللي بتعمل حلقة ربط بين الجامعات الإفريقية. بناء عليه يعني أقبلنا على هذا النشاط القمي المتميز، واللي تم يعني حضور وفود 23 جامعة مصرية بالإضافة لجامعة أسوان من جامعاتنا الحكومية، كمان حضر وفود 22 دولة إفريقية من الطلاب الأفارقة الدارسين في معظم جامعاتنا المصرية وجامعات الأزهر، واللي تم استقبالهم في رحاب جامعة أسوان، وتم يعني عمل حفل افتتاح كان ناجح وشاد به الجميع. المنتدى كان ناجح الدكتور فضيلة الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، رسالة توجهها إلى العالم كله من مدينة أسوان مدينة الذهب في هذا الملتقى الجميل الذي يدل على أن مصر دائما في قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قادمة إلى الأمن والأمان وإلى الاستقرار وإلى دور السياحة المصرية. طبعا حضرتك يعني احنا بنعيش أزهى الفترات في هذه الأيام بعد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ودوره الجميل ورئاسته للاتحاد الإفريقي وسعيه الدائم لعودة العلاقات بين الدول الإفريقية وعودة دور مصر الرائد والدائم والقيادي بالنسبة لدولها ودول الجوار الإفريقي. فمن هذا المنطلق يعني هذا الأسبوع كان يهدف إلى تجميع كل شباب الجامعات من كل الدول الإفريقية والجامعات المصرية علشان يلتقوا في أرض الذهب زي ما حضرتك قلت، وفي رحاب جامعة أسوان، ويتنافسوا تنافس حر شريف في مجالات الرياضة والثقافة والفن والنشاط العلمي والنشاط التكنولوجي والاجتماعي. وأكثر من كده هو الهدف أنه تجمع هذه النخبة من الشباب اللي هتبقى لها دور كبير في تنمية أفريقيا في المستقبل وفي الاستراتيجي الموضوعة لتنمية مستدامة مصر التي تتوافق مع استراتيجية أفريقيا للتنمية المستدامة 2063. هنا كان هذا الأسبوع حلم جميل يعني مر سريعا، وكانت فيه آثار عظيمة وإيجابية في هذا النحو، واللي يعني دشن أو عمل أول مبادرة للالتقاء من شبابنا اللي هتبنى عليها إن شاء الله لقاءات كثيرة في المستقبل. أكيد طبعا يا فندم، أكيد يا فندم. أشكرك دكتور أحمد على هذه السمات الذي تميز بها ملتقى الجامعات الأفريقية ليدل أن مصر قادمة إلى أوسع نطاق في العمل المدني والعمل العام والعمل التربوي والعمل العلمي. معنا اتصال من الفنانة القديرة المتميزة الفنانة منال سلامة. مساء الخير. مساء الخير عليك يا أستاذتنا الغالية. الله يبارك فيك، ازيكم؟ زي حضرتك يا فندم استاذه منال. الحمد لله. ايوه، من خلال مشاركتك لمنتدى الشباب الافريقي، رساله حب وسلام توصليها الى العالم كله بهذا الاحتفال الذي يؤكد ان مصر قادمه لدور النشاط السياحي والسياسي والقيادي للامه الافريقيه والعربيه. مصر بلد السلام، اول معاهده سلام كانت في عهد احمس تاني في العصر القديم المصر القديم، اول معاهده سلام في العصر الحديث معاهده كامب ديفيد. فمصر بلد السلام وبنبتدي بالسلام دائما. وملتقى شباب الجامعات الافريقي كان في ضيافه جامعه اسوان. الحقيقه انا سعدت بتواجدي في هذا المنتدى الجميل، والسن ده مهم ان الشعوب تتقارب وتتعارف، لأن بيحصل نوع من التواصل الإنساني والعلمي والفني، لأن احنا شفنا أنشطة، شفنا شباب بيغنوا، شفنا رسومات، شفنا شغل يدوي. وكمان مهم ان احنا نتعرف على ثقافة بعض أو ثقافة الآخر، والشعوب الإفريقية بشكل عام ثقافتها متقاربة. أكيد يا فندم. فده للمستقبل مفيد لإفريقيا بشكل عام، لمصر وإفريقيا. فأنا سعدت بده، واللي حاصل كان رسالة سلام ورسالة حب، وإن شاء الله تتكرر. وأنا عارفة أن أسوان السنة دي هتبقى عاصمة إفريقيا للشباب،
فأنا سعيدة بده برضه، وأنا اتبسطت جدا في وسط الشباب دول وفي وسط ومع شعب أسوان الطيب الكريم. ميرسي يا فندم لحضرتك يا أستاذة الفنانة القديرة المتميزة منال سلامة. نروح لفاصل ثم نعود إلى ضيف الحلقة الدكتور فايز بن راشد العلي، فهو نجم من نجوم العرب. انتظرونا بعد الفاصل. مشاهدينا الكرام، اهلا بكم مره ثانيه مع الدكتور فايز بن راشد العلي. اهلا بك يا فندم. يا مرحبا. يا مساء الله. يا هلا. حتى لا نطيل، سؤال يلح علي عندما اقرا في التواصل الاجتماعي اخبار واشاعات، ما مدى تاثير التواصل الاجتماعي على الشعب او على الوطن العربي والمجتمع الدولي؟ الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من النبي بعد سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الحقيقة الناظر إلى قنوات التواصل الاجتماعي الآن بصفة عامة يرى أشياء قد تحرف وقد تؤلف وقد تضر بمجتمعنا وبأمتنا وبإسلامنا وبعاداتنا وتقاليدنا، ونحن كأمة عربية لا يجب علينا أن يستقل الأعداء أفكارنا أو يستقل أحداثنا أو يستقل أسرار بلادنا وأمتنا الإسلامية. وللأسف الشديد أرى الآن تغير وتأثير جدا سلبي للغاية. قنوات التواصل الاجتماعي هي عدة قنوات يستفيد منها الآخرون والغرب بصفة خاصة، ويؤسفني أنني أرى مستخدم هذه القنوات من الشعوب العربية أنها لا تستخدم هذا بالشيء الذي ينفعها وينفع دينها وينفع تاريخها وينفع بلادها ويسمو بقيمتها إلى الأعلى. فنحن لا نأخذ من فكر الأعداء أو مما يكيده الأعداء ضد بلادنا. فيجب علينا أن نتعي لهذا وأن نعلم أن ذلك إنما هو خطر عام على الجميع، خطر يهدد الدول يهدد شعوب وأمم. أنا قطعك شوية دكتور فايز، تأثير هذا على شعوب الوطن العربي في ما يحدث الآن من تشويهات للأشخاص وتشويهات يقيمها السوشيال ميديا عموما. التواصل الاجتماعي النهاردة في طفرة شديدة، له سلبياته وله إيجابياته، لكن الشائع، ما مدى ذلك على الشعوب العربية وأنت رجل عربي تعرف للكلمة معناها؟ أولا، قنوات التواصل الاجتماعي كما تعلم أن ينشئون جروبات، فكل لابد أن يجتمع ويتفق مما هو متفق عليه في بعض الأفكار سواء كان سيئة أو حسنة. و إن القليل بقني يقتدي، فانظر أنت بمن تقارن. كما تعلم قرناء السوء يخططون دائما لأهداف يمليها عليه الغرب، سواء كان بطريقة فكرة أو بطريقة خبرة أو بطريقة تفسير معنى شيء يظن أنه يبهر به وأنه يتميز به. والدول العربية بصفة خاصة عقولها نيرة وأفكارها جميلة، ولكن بعدما كثرت هذه القنوات وسهل الدخول بها والمشاركة بها، أصبحت الدول العربية الآن الشعوب العربية أول ما تهدف إليه أن تظهر السيء في بلادها أو الشيء السلبي على ولاة أمورها أو الشيء السلبي على مؤسسات دولية أو على منظمات أو على
دوائر حكومية أو على أشخاص مميزون أو أشخاص لهم تاريخ قديم وتاريخ فيه من الإنجازات وفيه من الشيء الذي تفتخر به الأمم. فأولا قديما كنا نفتخر برموزنا، وحتى الآن الشعوب العربية النيرة تفتخر بشعوبها، تفتخر بقادتها، تفتخر بتاريخها القديم، تفتخر بقيمتها الدينية والدنيوية. ولكن للأسف الشديد الآن نرى مصادمات، نرى خطر الحقيقة ليس خطر على الشعوب العربية فقط ولا على الشعوب الإسلامية، بل أنه نراه تعدى الخطر الآخرون الأبرياء الذي ليس لهم ذنب. أكيد. فتشويه الصورة للعرب وللمسلمين أصبحت بصورة سيئة للغاية. طب أنا عايز أسأل حضرتك أو أروح بك إلى منطقة أخرى، هل مشاهدة التلفزيون والتلفزيونات والقنوات العربية أكثر أم مشاهدة العرب للقنوات الغربية أكثر؟ لأن من هنا بنربي تربية الثقافة الفكرية. هل يعني النهاردة يعني مشاهد العربي بيشاهد أكثر القنوات العربية ولا القنوات الغربية والأوروبية؟ نحن كأمة وأيهما أكثر تأثيرا؟ نحن أمة عربية، يجب علينا أولا أن لا نثق إلا بمن يمثلنا وبمن هو يعنينا ومن هو ينتسب لنا ومن هو يتحدث بلغتنا ومن هو يتحدث بالشيء الذي ينفعنا. فالقنوات العربية الآن هي كثيرة ومتميزة للغاية، ولكن كما أشرت لك آنفا أن بعض الأشخاص يحبون من هو يتحدث على فكرهم أو مما يؤيد أفكارهم أو مما يؤيد مما يظنه أنه حق ولو أن كان هذا باطل وعلى غير حق على غير صواب. فالقنوات العربية يوجد قنوات كثيرة، نحن كشعب المملكة العربية السعودية نثق بقنوات دولتنا والأخبار التي تأتي من قنوات المملكة العربية السعودية لا شك أننا نثق فيها ثقة قوية، لأننا نعلم أن دولتنا دولة مستقيمة ودولة نهجها سليم وقانونها واضح، ودائما لا يأتي شيء هو مزيف أو مؤلف. وبالنسبة للقنوات الأخرى العربية مثلا جمهورية مصر الشقيقة، قنوات مصر الشقيقة فيها الإعلاميون المتميزون وأصحاب الفكر الدقيق وأصحاب المعلومات الدقيقة والنظيفة، ولكن نحن أيضا لا نتتبع حقيقة لا نتتبع جميع هذه القنوات، ولكن نتتبع القنوات التي هي تخص بلادنا وتخص أخبارنا وتخص أخبار لا نرى فيها كذب ولا تزييف ولا تزوير. وكما أن يوجد قنوات للأسف الشديد إخبارية وقنوات فضائية تدس السم بالعسل وتحارب بلادنا وبلادكم وتحارب مقدساتنا ومقدساتكم وتحارب ولاة أمورنا وولاة أموركم، ونحن عقيدتنا سليمة وولاة أمورنا خط أحمر وبلادنا خط أحمر، وأيضا البلاد المسالمة الذي معنا مثل مصر وغيرها لا نرضى عليها البتة لا نرضى. معنا اتصال تليفوني. ألو السلام عليكم. ألو ألو السلام عليكم. السلام ورحمة الله. ألو ألو السلام عليكم، معالي الشريف محمد البرديني من المملكة الأردنية، أهلا بك يا فندم. يا هلا يا هلا بالسيد فضيل، حياك الله. الله يعزك الشريف محمد البرديني من المملكة الأردنية الهاشمية، هلا وغلا. يا هلا يا هلا يا هلا بالسيد فضيل، أهلا بك يا فندم. ما هي الرسالة التي أردت أن توصلها ونحن نتكلم عن التواصل الاجتماعي والمحبة بين شعوب الوطن العربي؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. أول شيء أحيي معك سيد فضيل الضيف العزيز الكريم سمو الشيخ فايز.
راشد، أنا أحييه وأشكره على التواصل الاجتماعي اللي بيأديه بين الدول العربية والإسلامية. الله عليك. وأنا أتمنى من الله عز وجل أني ألقاه قريبا في ديارنا في الأردن، ديار العربية الإسلامية. نتشرف بكم سعادتك. حياك الله، حياك الله يا شيخ. حفظك الله، سلمك الله. الله يحييك. وأنا بهذه المناسبة الأسبوع القادم إن شاء الله بحلول المولد النبوي الشريف صلى الله عليه وسلم، يعني الأمة العربية والإسلامية، بهذه المناسبة العطرة، فإنني أهنئ جميع الدول العربية والإسلامية بالمولد النبوي الشريف ذكرى ميلاد أشرف خلق الله جدنا المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. وأتمنى أن يعم السلام والأمان على بلادنا. آمين. وبلاد المسلمين. آمين يا رب. وأهني بهذه المناسبة الجميلة العطرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله ورعاه، وأشدد على الخير قطاه. اللهم آمين. وشعب الوطن العربي يا رب. بهذه المناسبة العطرة أهني جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز بهذه المناسبة، وأطال الله في عمره وأبقاه. اللهم آمين. وأهني سمو الأمير محمد بن سلمان بهذه المناسبة الجميلة على الوطن العربي أجمع وعلى المسلمين في كافة العالم، وأهنيهم بهذه المناسبة العطرة الجميلة. وأدعو الله أن يسدد على طريق الخير والصلاح خطاهم. اللهم آمين يا رب. وأهني ضيفنا سمو الشيخ فايز بن راشد العلي، وأشكره على تواصله بين الشعوب العربية والدول العربية والإسلامية. وصل كلمة. سلمك الله سعادة الشريف. أخ عزيز وأدنى أخ عزيز، وحيي فيك الخلق الرفيع. سلمك الله. والكرم العظيم. الله يعزك. الله يعزك. والتواضع الموصوف. اللهم عليك. وأتمنى أن ألقاك قريبا في ديارنا. اللهم آمين. آمين. معك الشريف. وحيي. نعم. معك الشريف، معك الدكتور فايز بن راشد العلي هيكلم حضرتك. يا مرحبا سعادة الشريف. نحن نعتز بكم دائما، أنتم لكم تاريخ قديم وتاريخ جليل، وأنتم أهل كرم أيضا، ومملكة الأردن مملكة القلب والروح، وأنتم شعب الأخوة وأبناء العمومة، ونحن إذا فينا شيء من الخصال الحميدة فهذا موصول بكم وكرمكم، ونتشرف باللقاء بكم بمملكة الأردن، وشعب المملكة العربية السعودية تفتخر بكم، وندعوكم أيضا لزيارتنا بالمملكة العربية السعودية، وهذا شرف لنا زيارتكم، وشعب المملكة العربية السعودية وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمين شعب يحب الدول العربية، بل أننا ندعو الدول العربية للسلام ونحافظ على السلام وندعوهم للأمن والآمان. وسلمك الله وحياك الله، وألف شكر لإجلال سعادتك، وهذا شيء نعتز به الحقيقة. الله يحييك. جزاك الله خيرا الشريف محمد البرديني من المملكة الأردنية الهاشمية. شكرا لك. اسمح لي سيدي. تفضل تفضل. كما أبعث تهنئة خاصة لعائلتي آل برديني في مشارق الأرض ومغاربها، وأدعو الله أن يقيم بين المحبة والوفاق. اللهم أمين يا رب. كما أخصك أنت شخصيا. الله يعزك. أعزك الله. الشكر الجزيل. أعزك الله. على جميع لقاءاتك الخاصة المتميزة. الله يعزك. أعزك الله. أعزك الله سيادة الشريف. ألو. شكرا سيادة الشريف. نعود مرة ثانية إلى ضيف حلقتنا الدكتور فايز بن راشد العلي. ما رأيك في التصريحات التي تقام على السوشيال ميديا وعلى مركز التواصل الاجتماعي؟ تصريح كثير من ناس كثير، هذا باطل وهذا في حقيقة الأمر، هذا مدلس وهذا يقول الحق. ماذا
تفعل الأمة العربية للخروج من هذا المأزق؟ تعلمنا من أجدادنا وتعلمنا ممن ربانا قديما أن كل شيء أو كل إنسان له مهنة وتخصص، والذي يخوض فيما لا يعلم به أو لا يعنيه فهذا تخبط. ولكن للأسف الشديد كما رأيت أن أصبحت العرب بصفة خاصة يدلسون بعض الأخبار ويزيفون بعض المعلومات، وللأسف الشديد هذا مما يضر مجتمعهم ومما يضر بلادهم وأمنهم. وكما علمت سابقا ماذا صنع التواصل الاجتماعي بأهل العراق، هذا العراق العريق بمكانته، وماذا صنع بسوريا بلاد الشام العريقة، بلاد العروبة وبلاد الأخوة وبلاد التاريخ، وماذا صنع بليبيا، ليبيا الصداقة والأخوة والوصل، وماذا صنع بباقي الدول، بالسودان ماذا صنع بالسودان، وماذا صنع باليمن. اليمن جنودنا تقدم أرواحها رخيصة للدفاع عن اليمن وأمن اليمن وما استقله الأعداء باليمن، كيف أن جنودنا تقدم أرواحها وبلادنا تدفع بما لديها وهم يزيفون ويؤلفون الأخبار ويدسون السم بالعسل في بعض المعلومات ضد أمننا وضد ولاة أمورنا وضد مخططات أجنبية. وكما تعلم ماذا صنعت في مصر، أكيد آخر تصريحات الذي ذكروها عن 25 يونيو وكماذا صنعوا بالجمعة الأخيرة أن ثورات بما دسه الغربيون وما دسه الأعداء. وللأسف الشديد أننا نرى من مصر، من شباب مصر ومن أهل مصر مما يساعد على ذلك الفوضى، ومما يساعد على ذلك الدمار، ومما يساعد على ذلك الهلاك. ونحن نعلم أن أهل مصر أهل علم وأهل فكر وأهل خبرة، فلا يجب أن يستقل ذلك ضد الآمنين، ضد الجيش الذي يحارب، الذي يلوذ بما يستطيع. الجيش المصري جيش الكنانة، جيش المرابطون، جيش الذي هم سلاح الأمة وجدار الأمة، ماذا يصنع بهم؟ ماذا يتحدث وماذا يدس من أخبار كاذبة وملفقة؟ نحن يجب علينا أن ندافع وأن ندفع، لأن ذلك أمننا نحن الأمة العربية الأمة الإسلامية. أيستطيع أحد أن يهاجم بيته بنفسه؟ أيستطيع أحد أن يهدم جدار أمنه بنفسه؟ انظر ماذا صنعوا. وللأسف الشديد نحن نعتب على الشباب المصري الذي استغله الأعداء، نحن نعتب، نقول مصر هذه بلادك، هذه وطنك، هذا تاريخك، هذا مجدك، هذا مكان الذي ولدت فيه وتربيت فيه، هذا المكان الذي صنع لك الجميل. يجب عليك أن تدافع عن جيشك، أن تلوذ عن أمنك، يجب عليك أن تدافع عن رئيسك، هذا الرئيس الذي لا ينام لا ليل ولا نهار يقدم. فعلا إنما قدمه الرئيس يجب الاعتراف، يجب أن نحن أن نعترف بذلك، التقدم والتطور والتميز والدرجة الذي وصلت لها مصر بالقوات والدفاع والمنشآت والسكك. للأسف الإعلام المصري والعربي لا يبين إبراز ما قام به السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي من إنجازات. كلمة صدق، هذا الرئيس الذي لا يغفل ولا ينام من أجل بناء الدولة المصرية، هذا الرجل هو بحق يستحق أن يكون قائدا لمصر، لأنه مهما كان مصري يحب هذا الوطن. استنونا بعد الفاصل واستكمالا مع الدكتور فايز بن راشد العلي وماذا يحدث خلف جدران السوشيال ميديا والتواصل الاجتماعي، كونوا معنا. اهلا بكم مشاهدي الكرام مره ثالثه مع الدكتور فايز بن راشد العلي. دكتور فايز، بماذا تنصح
الشعوب العربية في التعامل مع التواصل أو السوشيال ميديا أو ما يحدث على أوتار الفيسبوك؟ أستاذ الكريم، أولا يجب على كل عاقل بصير أن يفكر، أن يفكر تفكير جاد، أن يفسر ذلك بعقله، لا يفكر، لا يفسر ذلك بفكرة بما يفكر به، سواء كان ضد بلده أو ضد مجتمعه أو ضد إسلام أو دينه. أقول يفكر ما المستفيد مما يقول ومما يفعل ومما يثير من نعرات وأخبار كاذبة أو أخبار مدسوسة، ماذا يستفيد؟ هل هو يدافع عن وطنه؟ هل هو يريد الشهرة؟ ماذا يجني من ثمار؟ هل أنه يتميز أن يكون مشهور؟ ماذا يريد؟ يمكن جنون الشهرة؟ حتى ولو كانت الشهرة، يجب أن تكون الشهرة على مبدأ سليم صحيح، أكيد طبعا صحيح، يفيد المجتمع أكيد. أما الآخرون فهم يستفيدون أكيد طبعا، الأعداء يستفيدون أكيد. معنا اتصال من سيادة المستشار حسام أبو العلا. ألو، شرفني يا فندم، أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. سيادة المستشار أهلا بحضرتك. إزاي حضرتك يا فندم؟ شرفني يا فندم، شرفنا شرفنا. بنتحدث ما الذي يدور خلف جدران السوشيال ميديا من المعلومات والإشاعات الكاذبة والمعرضة في السياسة أو في الوسط الاجتماعي؟ تمام. سلامي طبعا للضيفة الكريم، وسلامي لسعادة النائب محمد إسماعيل. أهلا وسهلا. وسلامي لحضرتك والأخوة في الإعداد. شوف حضرتك، النهاردة التواصل في الوطن العربي أو في العالم هو النهاردة أخطر شيء، أخطر شيء من ناحية الإرهاب، أخطر شيء إن هو بيستخدمه كمنصة نقل حجم النشاط من أرض محدودة لامتدادات كبيرة مش متشافة، غير مرئية، غير مسيطر عليها. المواقع نفسها اللي دلوقتي أصبحت بتجابة من الأجهزة المخابراتية والأمنية، نفس الإرهابيين نفسهم أصبحوا بيستخدموا شبكات التواصل دي لتجنيد الشباب، دي مشكلة كبيرة. فأصبحت في صناعة جديدة اسمها صناعة التطرف وصناعة الإرهاب، والأجهزة الأمنية في العالم كله أصبحت بتواجه مستقبل اللي جاي لشبكات التواصل اللي هم أصبحوا بيستغلوها. أكيد طبعا يا فندم، واخد بال حضرتك. فالنهاردة عندنا التواصل ده في مصدر للمعلومات، في مصدر لتزييف التاريخ، في مصدر للنهاردة اتلغى النهاردة الكتاب والمرجع اللي احنا كنا بنشتغل عليه في الأربعينات والخمسينات لظهور جوجل وظهور شبكات التواصل. حتى ان انا عايز اقول لك يا استاذ سيد، في حاجات جديدة، انه التنظيمات دي الإرهابية اصبحت بتستغل التغييرات السياسية الكبيرة اللي حصلت في المنطقة وامتدت للتداعيات عالمية، حتى وصل الموضوع لما شفنا في موضوع فرنسا والتحركات اللي حصلت. القصد ان دلوقتي احنا بنواجه بقى شيء جديد، هو التزييف او تغيير الهويه المصريه بتاعتنا. احنا كمصر بيحاولوا يغيروا في الهويه بتاعتنا عن طريق السوشيال ميديا وعن طريق تاثير الشباب، انه يزور له تاريخ، يزور له هويته، يعمل تفرقه ما بين مسلم ومسيحي، ما بين كذا وكذا. فالقصد ان احنا النهارده مصر دي يعني دوله صاحبه حضارات من الفرعونيه واليونانيه رومانيه والقبطيه، حتى اخيرا اللي احنا كعرب الهويه المصريه يا فندم. مصر اتمكنت من استيعاب المجموعة دي كلها، حطت بصمتها على كل حضارة، مهما كانت الهوية كل مرة بتتغير أو بتتزيف أو إحنا كنا حتى بنعمل تمصير للحضارات دي. حتى لما مصر كانت وقت المسيحية الاحتلال الروماني، اللي إحنا غيرنا، اللي دخلنا المسيحية، غيرنا روما بالمسيحية بتاعت المصرية. أكيد يا فندم، نجحنا في تحويل المسارات دي إلى السوشيال ميديا يا فندم. النهاردة حتى بين في إسلام أن مصر عندها الأزهر بتجابه، محطات إعلامية بتجابه، لكن إحنا عايزين ناخد الكويس، الشيء اللي هو يقدر شبابنا يعتمد عليه، نقدر أن إحنا نكون متماسكين كعرب، متماسكين كبلد مصرية، في أن إحنا ندافع عن هويتنا المصرية. أكيد دي. أكيد سيادة المستشار، محتاجين يكون عندنا مشروع ثقافي تاريخي عالمي، واخد بال حضرتك، نقدر أن إحنا نجابه الثورات اللي جايه عن طريق السوشيال ميديا. أكيد. بنقدر، لان اطفالنا اللي جايين هو دول مستهدف، حمايه الاطفال من التنمر. أكيد. حمايه من خطابات الكراهيه. اكيد. الالعاب الاستفزازيه، حتى ان دلوقتي بيستخدم يا فندم تهريب البشر عبر التواصل الاجتماعي. أكيد. في بعض الدول
النهاردة إيطاليا بتصرف على شبكات وعلى هيئات إيطالية أفريقية عشان تدربهم على حماية الحدود. أكيد طبعا يا فندم. الدكتور فايز سيادة المستشار الدكتور فايز عايز أوجه لحضرتك سؤال. تفضل دكتور فايز. يا ضيف الحلقة سيادة المستشار حسام أبو العلاء. تشرفنا. ليش لي الشرف الكبير سعادتك إني أسمع صوتك وأنت شرفية. أنت أستاذ جليل ولك تاريخ قديم وحاضر يزهو بالخبرات. أنا كان نفسي أسأل سؤال، ما هو الحل الذي تراه بشأن القضاء على تلك الإشاعات وتلك القنوات المغرضة وتلك المدسون وتلك الأخبار الزائفة الكاذبة الذي تهدد أمننا وأمنكم وبلادنا وبلادكم، ويوجد ممن يصدق وممن مع الأسف الشديد يستقل ذلك ضدنا وضدكم؟ ماذا ترى الحل؟ يا فندم هو فيش حاجة اسمها، أنا أتشرف طبعا بحضرتك بس مفيش ضدنا وضدنا، إحنا كلنا زي ما بنقول عندنا بمصر في مركب واحدة. نعم سليم. إحنا محتاجين إن البرامج المعلوماتية نربطها بالتعليم الإلكتروني، محتاجين شبكة حماية كبيرة على الإنترنت واسعة تقدر إنها تعمل صد منيع، لأن الشبكات عمالة بتزايد. أخوانة اللي هم النهاردة الشياطين دي ناس النهاردة بتقدر إنها بتحاول تجند شباب. حضرتك استخدام السوشيال ميديا في السعودية على موضوعات معينة بتقدر السناب شات أكتر، يعني إذا حددت نسب حضرتك ما بين السعودية ما بين الإمارات ما بين مصر ما بين بعض الدول في شمال أفريقيا هتقدر توصل لنسب إيه الشباب بيستخدموه في بعض سناب شات. هنا بيشتغل على تويتر، ده بيشتغل على برامج كذا أو برامج لا قدر الله تكون منحرفة. فلابد من أن يكون في برامج معلوماتية مربوطة بالتعليم الإلكتروني لحماية الشباب وزيادة في الوعي. أهم شيء أن احنا زي برنامج زي اللي حضرتك موجود فيه الجامعة الشارع، احنا ما كناش زمان ما عندناش سوشيال ميديا، احنا كنا بنواجه من المدرس، بنقدر أن احنا في الأجازة بنتعلم قرآن ومن الكتاب وبنقرأ كتب وبنقرأ قصص. النهاردة عندنا وزارة وعندنا هيئة كتاب بتقدر انها بتعمل كتب عن التوعية بتقدر توزعها. فالقصد ان لابد من مشروع ثقافي قومي تاريخي نقدر نستفيد منه في بوتقة واحدة. عندنا امانة لمجالس الوزراء العدل والتجارة والثقافة والعرب تقدر انها تنشط وتربط كل الاحداث دي في بوتقة واحدة وتزيد من كثافة الصرف على تأهيل الشباب، تثقيفهم وتأهيلهم سياسية، زيادة الوعي التاريخي، زيادة الوعي الثقافي. ده المفروض ان احنا نتكاثف كلنا ما بين وزراء. اكيد يا سيادة المستشار العرب. اكيد يا سيادة المستشار نشكرك سيادة المستشار على هذه المداخلة. شكرا وتحياتي. ايضا انا يعني وجه ايضا رسالة لا اوجهها لدول معينة او شعوب معينة، يجب على كل انسان وطني شريف او كل مسلم عاقل بصير يجب عليه إذا دخل أي من هذه القنوات ورأى مما يسيء لوطنه، مما يسيء لعقيدته، يسيء لبلاده، يسيء لمقدساته، يسيء لولاة أموره، يجب عليه أن يدافع. نحن لا ننتظر من الحكومات أن تدخل في كل شيء وتحارب وتضع الجنود. يجب علينا نحن الشعوب العربية يجب علينا أن نوتعي أن ذلك يخطط لتدبير أمننا وبلادنا ويحارب مقدساتنا. نحن الشعوب لا يجب أن يدفعنا. أكيد يا دكتور فايز، انتشار الشائعات في الفيسبوك غير هذا ليس من أخلاقنا وليس من ديننا وليس من تربيتنا. أنه النهاردة الإشاعة تنتشر كانتشار البرق في السماء، كان نعرف لها شيء يعني هذا شيء يعني مؤسف. حتى إذا خرج الناقصون والسفهاء ليتكلمون على السوشيال ميديا هذا مزعج حقيقي. نحن نعيش مشكلة حقيقية. ما هو الحل وما هي الحلول التي تقدمها الدول العربية والأشخاص حتى نقف هذا النزيف الذي يدمر الإنسان بكونه أنه إنسان؟ نحن كما تعلم الدول العربية لديها أصول تربوية تربت عليها. من هذه الأصول أننا لابد لنا أن ندافع عن عقائدنا الإسلامية الصحيحة الذي تربينا عليها. ولكن للأسف الشديد كما ذكرت لكم آنفا أن
بعض الرعاة أو بعض المغفلين وبعض الذين لا يدركون خطر ذلك يندمجون، ومنهم من يسكت، ومنهم من يدافع، ومنهم من يدفع، ومنهم من يشارك ولا يعلم أن ذلك ليس مجرد كلمة أو كتابة إرسال عنوان أو تأييد في شيء معين، بل يعلم أن هذا أن ذلك سلاح قوي، سلاح يهدد أمنه، وهو طيب يا دكتور فايز وهو في متجره أو معمله أو في عمله يهدد بيته. في عجالة سريعة دكتور فايز، حتى أن موضوع الحلقة يحتاج إلى حلقات، نصيحة إلى الشعوب العربية، نصيحة تقدمها من خلال برنامج كلام في الحياة، نصيحة إلى كل الوطن العربي، ماذا تقدم دكتور فايز؟ نصيحة أو رسالة توجهها إلى العالم؟ أنا أقدم نصيحة العالم العربي والإسلامي. أنا أقدم نصيحة للأمة العربية بجمع، الله سبحانه وتعالى جعل لنا قبلة واحدة، واجعلنا إسلام واحد لا يتجزأ، وجعل لنا وبعث إلينا رسل، ولكن كل الرسل يدعون إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. فمن ذلك الله سبحانه وتعالى ولا، والله سبحانه وتعالى ولا على كل أمة رسول، أرسل رسول لكي يعلمهم أصول دينهم، ونحن أمة محمد عليه أفضل الصلاة والسلام عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، نحن أمة تعلمنا أننا نسير أمة وسطية، ولا نستطيع أن نسير أمة وسطية حتى أننا نتعامل ونعمل بهذا القرآن وبما علمنا به رسولنا صلى الله عليه وسلم. ثم يجب علينا أن ندافع عن أمننا وأن نشد من أزر ولاة أمورنا. نحن أول ما يريد منا الغرب أولا أن نتنازع مع ولاة أمورنا، يريد منا أن نتنازع مع ولاة أمورنا لكي تضعف قوتنا، لكي يستطيع أن يستغلنا، يستطيع أن يدس أعداءه بيننا، يستطيع أن يحرف مسارنا. أول شيء لابد له للأمة العربية أن تتحد خلف ولاة أمورها، لابد أن تتحد ولاة أمورها أكيد. وإن كان بينهم خلاف داخلي أو أكيد. مما شيء يظن الآخرون به تقصير أو شيء، هذا يرجع للمسؤولين، هذا يرجع أكيد. أكيد. للموكلين، لا يجعل بينه وبين ولاة الأمور شيء يستغله الأعداء في ضد أمنه وضد مقدساته. أشكر الدكتور فايز، رغم المآسي، رغم حب الكراسي، لسه فيك يا مصر أصيل بنادي، بحبك يا مصر، لسه فيك يا أصيل مش ناسي خيرك يا مصر، ما تخافيش هنحمي عرضك وبدمنا هنحمي أرضك عشان تكوني وردة كل عصر. أشكر الدكتور فايز بن راشد العلي، لأننا نقول في جملة واحدة، أنا في كل أرض العرب أحيا بين أوطاني، لنا ماض نجدده وأمجاد لتاريخ أمة محمد صلى الله عليه وسلم. انتظروني في الحلقة القادمة من برنامج كلام في الحياة.